عبد الله، يعني 7 حواجز محررة اليوم بالنسبة لريف إدلب. دعنا في تفاصيل هذه العملية وسير المعارك التي أسفرت عن تحرير هذه الحواجز. نعم سيدتي، يعني قبل الحديث عن هذه المعارك لابد ان نشير الى المجزره التي ارتكبتها قوات الاسد قبل قليل نتيجه قيام الطيران المروحي بالقاء برامج متفجره على مدينه خان شيخور. راح تحيتها عائله مؤلفه من اب وام واربعه اولاد، بالاضافه الى سقوط عدد من الجرحى، فيما تستمر طبعا المعارك في ريف ادلب الجنوبي استكمالا لمعركه خان شيخور بوابه حماه التي اعلن عنها الثوار اواخر الشهر الماضي. تمكنت كتائب الثوار وبعد معارك عنيفه خاضتها ضد قوات الاسد بكافه انواع الاسلحه الثقيله والمتوسطه من تحرير الحواجز التي كانت تحاص في مدينه خان شيخور من الجهه الشماليه والواقعه على الاستيراد الدولي، بالاضافه الى حواجز تقع شرق الاستيراد الدولي شمال شرق المدينه. تم تحرير كل من حواجز المعرزافي والغدير والبهره والحرش والبريد وتجمع النمر وبنايه ابو عماش وزمزم، بالاضافه الى حاجزي طبيش وحاجز البراد. بذلك تكون الجهه الشماليه من مدينه خان شيخون قد اصبحت محرره بشكل كامل، كما تمكن الثوار من قتل كل من العميد ابراهيم المنظم اول علاء في حاجز طبيش بالقرب من مدينه خان شيخون، واستسلم 8 ضباط وجنود من قوات الاسد الذين كانوا متواجدين داخل الحاجز المذكور، ليصبح عدد طلع المستسلمين 15 ضابطا وجندي. كان هناك 8 عناصر ايضا استسلموا في حاجز النمر. طبعا هذا الحاجز الذي تم تحريره للمره الثانيه، المره الاولى كان طبعا قبل 10 ايام، تمكن الثوار من تحرير هذا الحاجز وعادت قوات النظام اليه، فيما تمكنوا اليوم من تحرير او البارحه من تحرير هذا الحاجز. طبعا الثوار تمكنوا خلال هذه المعارك من اغتنام وتدمير عده اليات، تم اغتنام دبابه واحده بالبي ام بي داخل حاجز المعرزافي واغتنام دبابه و3 مدافع 130 من حاجز النمر، بالاضافه الى اغتنام كميه كبيره من الذخيره. ايضا تم تدمير دبابة أخرى داخل حاجز النمر لقتل عدد من جنود وضباط الأسد في جميع الحواجز المذكورة سابقا. تواردت أنباء أيضا البارحة عن استسلام 8 جنود من معسكر وادي الضيف. تم تحرير 12 حاجزا منذ بداية هذه المعركة، معركة مدينة خان شيخون بوابة حماة. ما زالت المعارك مستمرة حتى الآن على اتصالات دولية شمال مدينة خان شيخون، يعني الحواجز التي ما زالت المعارك جارية عليها هي معسكر الخزانات وحاجز الطلاوي وحاجز أبو علاء والبوصلية والمسبح وحاجز السلام وحاجز المداجن. طبعا هذه الحواجز التي سيكون بتحرير وإعلان لتحرير مدينة خان شيخون. نعم، أذهب إليك عثمان الخاني، يعني كل هذه الحواجز التي حررت اليوم، ما أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لمدينة خان شيخون؟ بالنسبه لهذه الحواجز هي حواجز مهمه جدا وجدا كونها تقع على الاستيراد الدولي، لكن نبدا من حدث مهم حدث منذ لحظات قليله وهي مجزره قام بارتكابها قوات النظام في مدينه خان شيخون، حيث قام الطيران الحربي باستهداف احدى المنازل في مدينه خان شيخون مما ادى الى وقوع مجزره.